يا أهلا وسهلا بيكم، مرحبا بالجميع. طبعا النهاردة أنا معايا سؤال مهم جدا. لو أنا عندي عصافير أو عندي ببغاوات أيا كان نوعها، يعني سواء كان كوكتيل سواء كان ذرة سواء كان كاسكو أيا كان نوعه، الطيور ده هي عندها مشكلة إن هي لا تقوم بتحضين البيض، ويعني لا ترقد على البيض، وكل ما أدخل عندهم ألاحظ إن الأنثى تركت العش. إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى المشكلة الكبيرة دي؟ طبعا وطبعا لو الأنثى طبعا تركت العش، يعني هي بتنام مثلا فترة وبتقوم فترة، انت طبعا بتحدد بقى هل يا ترى الأنثى بتنام بالليل ولا يعني بتترك العش بالليل؟ والله ممكن يكون الأنثى ده هي يعني عندها خوف بالليل، يعني بتجي بالليل مثلا وبتلاحظ ان هي طول النهار نايمة وبالليل ما بتنامش، يبقى الأنثى ده هي محتاجة إضاءة خافتة، يعني انت لازم ان انت تعمل حاجة كده إضاءة بسيطة عشان تحسسها بالأمان، يعني بالذات كمان اللي هو طائر الكوكتيل. فلو الأنثى ما بتنامش بالليل يعني انت حاول معاها بكل الطرق، فجرب تجربة الإضاءة اللي هي البسيطة، يعني مش اللمضة بقى تكون يعني قوية، لا شغل يعني إضاءة خافتة جدا بالليل. طيب لو أنا بقى عندي مشكلة إن الأنثى بتنام بالليل كويس جدا لكنها بتطلع بالنهار، خلي بالك كويس جدا، لو إن الأنثى طبعا الأنثى غالبا بتطلع في وقت يعني الصباح، بتطلع عشان مثلا تطلع الفضلات، وبتطلع كمان عشان تاكل، يعني بتاكل وبتطلع الفضلات، ده غالبا بيبقى الصبحية، يعني هي بتفضل مثلا ممكن فترة مثلا ممكن 10 دقائق، ممكن تزيد شوي بحسب كل أنثى طبعا وبحسب خوفها على البيض. طبعا لو الأنثى ده هي طلعت ما تخافش ما تقلقش، لأن دي حاجة طبيعية، يعني هي بتاخد فترة إيه يعني تريح شوية لدرجة حرارة البيض، لأنها طول الليل نايمة على البيض، فبتبدأ هي تطلع الفضلات وبتبدأ تاكل وبتبدأ ترجع تاني مرة تانية، يبقى دي ما فيهاش مشكلة خالص ما تقلقش خالص، خاصة لو كان الجو حر، يعني لو كان الجو حر ممكن نلاحظ ان الانثى بتسيب البيض كتير، يعني بتنام شويه وتطلع شويه لان درجه الحراره اصلا عاليه جدا، فدي حاجه طبيعيه ما فيهاش اي مشكله والبيض مش هيفسد خالص ولا يحصل له حاجه. طيب في برضك بعض الاناث ممكن تطلع وتسيب البيض نتيجه ان هي قلاقه، يعني ايه بقى؟ يعني انت كل ما تدخل عندهم كل ما تدخل على الطيور تلاحظ ان الانثى تركت العش، ليه بقى؟ لان انت بتعمل لها مصدر ازعاج، فالحل بقى ان حضرتك يعني تحاول ان انت تقلل في الدخول على الانثى اللي هي القلاقه دهيت، لان هي خايفه فبتقوم تسيب العش وتطلع بره، وطبعا حاول ان انت تزود الاكلات، يعني هات وعيان كتيره جدا واملاها بالطعام، وطبعا زود سقيات الميه عشان ان انت تقلل من دخولك على الانثى عشان ما تعملهاش عمليه فزع وكل شويه الانثى تترك العش. أيضا من أسباب أن الأنثى لا ترقد ولا تقوم بتحضين البيض جيدا لأن الأنثى ما بيكونش عندها خبرة، يعني خاصة لو كانت الأنثى ده هي لسه يعني أول مرة تبيض، لسه ما عندهاش خبرة، فبتلاحظ أنها مش عارفة حاجة لسه، فأنت يعني لا تتعجل ولا تحكم على الأنثى من أول مرة، يعني لو هي في أول مرة يعني ما قامتش بتحضين البيض كويس سيبها ما يهمكش، سيبها تتعلم، مع الوقت هتتعلم وتاني مرة هتكون يعني أحسن. خلي بالك كويس جدا، احذر طبعا لأن ممكن يكون من الأسباب اللي بتخلي الأنثى تترك العش الذكر، يعني بنلاحظ إن الذكر بيكون متهيج جدا ومنفعل جدا لما بتلاحظ طبعا الأنثى على طول معاه طول الليل وطول النهار في القفص، لكن طبعا لما الأنثى تخش البياضة وتقوم يعني تغيب عن الذكر فترة طويلة، الذكر طبعا يعني بيكون طبعا متهيج وبينفعل وبيفضل يصرخ طول النهار، فبيحصل انه بيقلق الانثى، لانه طبعا الذكر يعني العيب هنا بيكون في الذكر، فبيعمل لها عمليه ايه يعني تعب وبيخليها ان هي تهجر العش، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان طبعا من الخطا ان انت يعني الحل بتاع مشكله الذكر ده ان انت اصبر برضك عليه لانه هو لسه اول مره ما تعودش على غياب الانثى، دي حاجه. الحاجه الثانيه اوعى واحذر ان انت تقدم للذكر اي محفزات جنسيه، اي محفزات وأي نوع من أنواع الخضروات اللي بتؤدي إلى زيادة الجنس، حاول أن أنت في فترة الرقاد ما تقدمش أي نوع من الخضروات تماما في فترة الرقاد، لأن طبعا يعني الجرجير والخص والكوسة والحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها والأكل اللين عامة بيزود معدل ومحفزات التزاوج عند الذكر، فممكن كل شوية يفزع الأنثى ويدخل عليها، وممكن كمان يؤدي إلى بعض الذكور إلى تكسير البيض لأنه هو عايز يعني يقوم بعملية التلقيح وعملية التزاوج،
فخلي بالك ما تقدمش الخص ولا تقدم اي نوع من انواع الجرجير او المحفزات الجنسية في وقت التزاوج، وما تحطش بس الا الحبوب فقط، لان الاكل اللين دهوت يا جماعة هيسبب لنا مشاكل كتيرة جدا في فترة تحضين وفترة الرقاد على البيض، لان هيخلي الافرازات والفضلات عند الانثى كتيرة جدا وهيخليها كمان سايلة، فممكن الانثى يعني تلوث البيض. فلازم ان انت في فترة الرقاد تجنب تماما الخضروات والفواكه واي نوع من انواع الاكل اللين. حاول ان انت تكون حاطط الانثى في مكان، او يعني الطيور حاططهم في مكان يعني كويس جدا، يعني ما يكونش في طيارات هوائية، بحيث ان هي حتى لو تركت العش شوية ما تقلقش، لان البيض هيكون في مكان ما فيش فيه يعني ايه شدة البرودة، فحتى البيض ايه مش هيبرد قوي بسرعة، بخلاف لو انت حاطط العش او حاطط القفص في مكان يعني مكشوف، فطبعا المكان المكشوف دوت لو الانثى تركت البيض يعني بمجرد بس 5 دقائق يكون البيض برد جدا، ويكون البيض يعني هيبقى معرض الى ان هو يفسد. حاول تجيب قطعة من القماش وتحاول ان انت تغلف وتحطها على البياضة عشان بحيث ان المكان يكون كويس جدا، بحيث ان حتى لو الانثى اللي هي القلاقة ده هي تثابت العش، عايزين البيض يحتفظ بدرجة حرارة اطول لما احنا نحط قطعة من القماش ونظبط المكان ونحط الطيور في مكان مناسب، مكان دافئ، عشان البيض يفضل محتفظ بدرجة حرارته لاطول فترة ممكنة، لان طبعا الانثى بتترك العش كتير، فانت يعني عايزينك ان انت تتابع الموضوع ده هو بحيث يعني ان انت تتجنب الخسارة. الحاجة اللي بعد كده انت ممكن تعمل ايه لو انت عندك طبعا يعني ببغاوات غالية، او حتى عندك الانثى الضرة مثلا باضت، والله انا بقول لك ان انت لازم يكون عندك يعني حضانة. الحضانة ديت اللي هي الفقاسة، يعني انت بتجيبها كده وبتعمل بتشتري الفقاسة دهيت وبتحط فيها البيض، وطبعا انت بترتاح بقى من مشاكل الانثى، والانثى سابت العش والانثى تركت العش بالليل والكلام ده كله، هترتاح جدا لو انت عندك فقاسة. وطبعا خسارة كبيرة جدا لما يكون عندك بيضة مثلا او 5-6 بيضات مثلا للدرة او درة امريكي او الكلام ده كله، طبعا البيضة دي بتكون يعني كنز بالنسبة لك، فعشان البيضة دي طبعا تفسد بسبب عدم التحضين الجيد خسارة كبيرة جدا. فانا بانصحك لو يعني ان انت تشتري الفقاسة او اللي هو بيقول عليها الحضانة، اللي هي الحضانة الكهربائية دهيت، اللي بيتم من خلالها تظبيط درجة الحرارة الملائمة للفرخ، وبيتم بعد كده فأس البيضة بطريقة طبيعية جدا، وانت بعد كده بتاخد الفروخ وبتأكلهم تأكيل يدوي. ايضا من الاسباب اللي بتؤدي الى ان الانثى بتترك العش يا جماعة وجود الفاش، وجود حشرة الفاش في المكان. وجود الفاش والحشرات في البياضة، طبعا الفاش ده بيمص الدماء، فده طبعا بيكون يعني بيخلي الانثى تترك العش، لانه بيسبب لها الم شديد جدا. طبعا حاول تتاكد ان المكان اللي انت حاطط فيه الطيور ما يكونش فيه فيران او قطط. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهارده، ولا تنسوا دعم القناه بالاعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.